إذا رجعنا من بعد هذا التقرير وفعلا يعني إحنا اليوم نتشرف فيك وايد مستمتعين إن راح تكونين معنا بثينة الرئيسي حبيبتي. من خلال فترة قصيرة ما شاء الله عليك يعني قدرت تنطلقين وبقوة ولا منك بتقولي لي لا أنا متوني أنا عندي إنك متوج بس ما شاء الله عليك في وايد ناس يمكن يقعدون سنين ما يقدرون يحطون لهم بصمة. هذه الأسئلة كلها راح نرجع لك. أول شيء شلونك؟ أنا زينة وسعيدة بشوفتكم والله حبيبتي وإحنا راح نكون اليوم أكيد سمعتي موضوعنا اللي كنا قاعد نتكلم عنه. أنا من الموضوع هذا بسألك هالسؤال. عادة وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول السناب شات والإنستغرام وايد يشكل قوة حق الشخص نفسه، ففعلا هل تحسين إن عطاك هالقوة هذه؟ والله في البداية كنت مستغربة الموضوع أول ما طلع الإنستغرام وطلعت وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر قبل طبعا سناب شات، كنت شوي مستنكرة الموضوع، حسيت أن كسر الحاجز هذا هل راح يكون سلبي ولا إيجابي بيني وبين الجمهور وبيني وبين الناس؟ هل الناس لما تشوف صوري بشكل يومي راح تمل مني ولا راح تتعلق فيني أكثر؟ حسيت لا، أن السوشيال ميديا شيء وايد مفيد ووايد خلى فيه ألفة بين الفنان وجمهوره، خلى فيه مصداقية أكثر، خلى أن ردود الأفعال تصير مباشرة من غير أي حواجز. فأنا بالعكس أحب السوشيال ميديا بس بحدود وبمبادئ معينة. بالتأكيد أكيد، وانت خذيتي يمكن الحين من الناحية الإيجابية. بعد هذا الفاصل بثينة بالتأكيد راح نرجع لك، عندنا وايد أسئلة دفتر أنا مستعدة لكم اليوم. بعد هذا الفاصل بالتأكيد خلكم معنا مستمرين معاكم بالتأكيد مشاهدينا بسوالف حريم. اليوم مواضيعنا راح تكون وايد حلوة وأسئلتنا وايد ثقيلة راح تكون، وفي منها خفيف ترى أنا بقول لك يا شا ثقيلة خشيت لك ياهم أنا. يلا أنا مستعدة. بثينة أنا ودي أسألك سؤال، مو تحسين أن في طاقات عند بثينة للحين المنتجين أو المخرجين ما اكتشفوها؟ شنو يعني أحس بثينة تقدر تقدم أكثر من كذي، شنو اللي تقدرين تقدمينه وللحين الناس ما عرفته؟ والله سؤالك يب وقته بصراحة، لأن في عملنا الجديد اللي هو حرب القلوب راح أقدم شخصية مختلفة عن أي شخصية قدمتها قبل كذي. نعم. يعني كنت أتمنى أني أتطرق لأدوار الشر. أي. لأن أدوار الشر أو الأدوار المركبة اللي فيها حالات نفسية مختلفة دائما تكون صعبة، يكون فيها تحدي للفنان صح. نفسه صح. إن شلون يقدم طاقاته، شلون يقدم أدواته، وشيء يمكن قدمته يعني ببساطة فعلا صح. بس في دور بدور يمكن وراء العمل راح اختفي عنكم لمدة 5 أشهر لغاية ما الناس تنسى العمل وارجع. لا وايد شخصية غريبة وشريرة وانتقامية. ما خلت يعني تطلع إبداعك كفنانة صح؟ إن إنك يعني قاعدة تمثلين شخصية مختلفة عن شخصيتك الرقيقة أو الهادية. بس أنا خاف، أنا أحب وايد فانزات. خايفة من ردة فعل الناس إنه يعني هذه الهادية. بالضبط. إيه إنه شيء. إنه راح يشوفوني بشكل جديد، يمكن يمكن جمهوري راح ينصدم. خلاص بالعكس أنا أشوف شيء وايد زين ترى إنك أنت يتغيرين، لأن عادة الفنان يقول أنا صعب إني أغير، صعب إني أنوع، وهو يخاف حاط نفسه بإطار واحد شذي. هذه خطوه وايد حلوه منك انك انت بتغيرين. ادري انك انت تقولين انه شيء راح ياثر من الناس، ولكنه بالتاكيد راح يكون اضافه حق بثينة. هو شيء يخوف شيء، بس انا حبيت اطعم الشخصيه بالكوميديا شوي، اي تخفف من حده الشخصيه وثقلها وشرها بالكوميديا شوي. حق رمضان، حق رمضان على الوطن. على طاري الادوار المختلفه، اذا يالك دور جرأه تسوينه؟ شوفي الجرأة طبعا جرأتنا بالخليج يعني الجرأة لها دائما أبعاد مختلفة. إذا كانت جريئة بطريقة إيجابية ولها هدف ممكن، بس إذا كانت الجرأة تتعدى الخط الأحمر للمجتمع الخليجي أو لفكرنا إحنا كبنات خليجيات أكيد راح أفضل. شو الخطوط الحمراء يعني بثينة؟ عادة يكون هالشيء مو واضح عند الناس، يعني الناس كل واحد وتفكيره عرفتي والبيئة اللي تربى فيها عنده بالنسبة لهذه خطوط حمراء. شنو الخطوط الحمراء اللي عندك أنت كبثينة؟ والله الخطوط الحمراء بالنسبة لي أنا يعني وايد أشياء للأمانة. أنا عندي جمهور تينيجرز وايد يتأثرون بالأشياء اللي إحنا نقدمها وايد. إذا في شيء سلبي ممكن يتأثر في هذا المشاهد ولو 1% ما راح أقدمه. إذا كانت شخصية مسيئة للفتاة أو تقدم الفتاة بطريقة سيئة للمجتمع أكيد ما راح أقدمه. ولكن إذا كانت شخصية تقدم نوع من الشر لكن هادف بالنهاية والناس راح تتعلم منه راح أقدمه وأنا مرتاحة مثل ما راح أقدم. أنا معاك حلو والله. بس بثينة يعني أنت أساساً كنتي تقدمين برنامج أو صارت لك محاولة أنك تقدمين،
الحين زين لو يعرض عليك بعد هذا النجاح اللي وصلتي له، وترى يعني لما الممثل او بهالمجال يوصل الى نقطه معينه يكون يعني حريص اكثر وخايف اكثر، ليش؟ انه يعني الصعود صعب لكن الطيحه سهوله. اي فيعني لو ينعرض عليك او تفكرين انك تقدمين، شنو الشيء اللي ودك تقدمينه؟ والله شوفي سؤالك هذا بمحله فعلا، لان احس بعد ما يوصل الفنان لمرحله معينه من النجاح لازم يقدم برنامج يضيف له، فالاختيار يكون صعب، لازم الفكره تكون مدروسه، لازم قناه العرض تكون جيده، لازم وايد يعني محسوبيات. فالفكره كانت موجوده لكن تاجلت ان شاء الله، وانا دائما اقول كل شيء فوق تحلو. انا قاعده الاحظ الحين بثينة، وخصوصا يعني انت ما شاء الله عليك الحين خلاص يعني تعرفين مثل الورده اللي تفتحت، التركيز كله يعني كل الناس تركيزهم عليك انت ما شاء الله، سواء بالسوشيال ميديا او يمكن من اعمالك اللي بالتلفزيون، فخطواتك مدروسه جدا جدا، ما يتعبك هالشيء؟ يكون وايد ضغط نفسي؟ لا وايد يتعبني، لسبب انا انسانه ملوله، لما اقدم شيء ولاقي نجاح واستحسان الجمهور ابي اقدم شيء مختلف، فخلصت مني كل الأوراق يعني، حتى أنا وأخوي المصور غربلي الغربلي هو موجود معي اليوم، دائما نفكر شلون نطلع بفكرة جديدة للجمهور، شلون نطلع بإيمج حلو للجمهور بصورة حلوة. تدرين الحين السوشيال ميديا مثل ما تكلمنا بداية الحلقة مأثر على مشاهدة الناس يمكن ساعات أكثر من التلفزيونات، فشلون إحنا نقدم إيمج حلو؟ فهذا الشيء متعب، متعب جدا، فالله يقدرنا ونقدم دائما شيء حلو، نقدم الافضل للمشاهدين دائما. حلو هذا، يعني تركيزك هذا هو سر نجاحك، ان تحبين التطور والنجاح. بس انا عندي لك سؤال ثاني، ممكن وجهه نظر الفنانين تختلف فيه، قاعد نشوف بعض الفنانين، هل انت مع او ضد ان الفنان ينحد بجنسيه او هويه معينه؟ يعني هل الفن جنسيه وهويه؟ يعني الفنان المصري يقدم اعمال مصريه فقط، البحريني اعمال بحرينيه فقط، ولا تايدين ان الفن ما له جنسيه ولا هويه، ممكن اي فنان اذا كانت عنده الامكانيه يقدم؟ شوفي يعتمد، لان ساعات تصير مثلا عمل خليجي، اي ابو عنده 4 بنات، اي فمو من المقنع ان بنت تكون مثلا مصريه والاكسنت مالها مصري، واحده لبنانيه، واحده ما راح تضبط الاكسنت نهائيا، وهذا شيء منتقد عندنا تماما، لازم يكون على الاقل الاكسنت يكون واحد. فعلا ممكن تكون البنت مثلا من اي بلد من البلدان، بس لو ضابطه الاكسنت ويكونون متجانسين مع بعض كشكل، هذا يكون مقنع للمشاهد، لكن الاكسنت يكون مختلف وحتى الوان البشره تكون مختلفه، المشاهد على طول ينتقد وتحسين مبينها مو خارجيه كلش، مو صوبنا بالضبط. فصعب، صعب جدا. بس لكن ساعات تصير في اعمال يتطلب منها مثلا عمل مصري تكون شخصيه خليجيه، فلا هني يخدم الموضوع. هذا اذا صار مثلا يعني خليجي متزوج مصريه مثلاً، يمكن العيال شوي بالضبط. بس الحين نرد احنا اللي لاحظنا قبل نبدا تسجيل شخصيتك وتعابير وجهك، مبين عليك عاطفيه، مبين عليك هاديه، هي طبيعه طبيعتك كذي، مساء عرفنا انك ملوله، انت قلتي عن روحك، بس الهدوء هذا حتى انا بتمثيلك احس انك وايد هاديه. فعلا انا وايد هاديه بطبعي، وبتعاملي مع الناس، برج الجوزاء شويه شخصيته غريبه، تصير 10 شخصيات بشخصيه واحده. توني بقول لك برج الجوزاء، فساعات تلاقيني هاديه، ساعات تلاقيني هايبر، ساعات اتغشمر، ساعات ماخذه زاويه بروحي، ساعات فيني باور، ساعات اكون لا مالي خلق، ابي قوقعتي، ابي مكاني، فديبنز على المود في النهايه. انا بثينر ابوك كلامك، بس قبل ما ابوك كملي كلامك. على طاري الملل، يعني بخاطرك مثلا تخرجين يعني تسوين شغلات ثانيه مثلا غير التمثيل؟ يعني اذا دامك تملين بعد خلاص تملين بالتمثيل. الحلو بالتمثيل يعني كلنا مهنه غير ممله، كل مره تقدمين شخصيه مختلفه، كل مره اللوكيشن يصير فيه شخصيات مختلفة، فهو تنوع بتنوع، فهذا الشيء اللي مخليني أنا أتمسك بمجالي، لأنه أبداً مو ممل، مو شيء روتيني، شيء مختلف. وأحس عليش ضغط، لأن أحس يعني مثلاً كجمهور أحس مو متشبعين منك، نبي بعد يعني، فطبعاً عليش ضغط بهالموضوع إنه مسؤولية. بس بثينة ساعات مثلاً ما تقولين التنويع مع الشخصيات اللي وياك أو الكاركترز أو الممثلين ومثلك، ساعات تجي شخصية أنت يعني مو حابتها، شلون تمثلين وياهم؟
شخصية شروطك شخصية يعني أول ما يقول... ولا شخصية أنا أجسدها؟ لا لا مثلا يقولوا لك السيناريو يقولوا لك الممثلين وياك 1 2 3 والممثلات 1 2 3 في ناس أكيد أنت تحبينهم أكثر في قبول في 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 يعني تحطين شروطك أو تقدرين الحمد جميل. أنا علاقتي بالكل حلوة الحمد لله وأحب الكل والكل يحبني في نفس الوقت الحمد لله هذه نعمة من رب العالمين وهالشيء مخليني أنا أحب أشتغل مع الكل ما عندي مشكلة في عدم التعامل مع أشخاص معينة يعني حتى إذا خضيت بخاطري في يوم من الأيام شخص معين 2 3 أنسى تأقلمين مع الشخصيات اللي أنت مفروضينها تكون معك طيب أنا من كلامك اللي مساع الحياة دائما تعلمنا وايد أمور وما شاء الله خلينا نقول مو بس يعني مشوار حياتنا حتى العملي العمل يعلمنا وايد امور يمكن لو عشناها بحياتنا بوظائف عاديه يمكن ما تعلمنا منها هل فعلا تحسين بثينة ان خلاص في احد وصلتي له انت عارفه الناس هذول لا اتعامل معاهم الشخصيات هذه لا احتك فيها طبعًا. لا يكون عندي خلينا نقول صداقات في المجال الفني لان في وايد مشاكل قاعده تصير والله شوفي دائما الانسان اذا كان حريص من البدايه في تعامله مع الناس ابدا ما راح يواجه المشاكل يعني انا لما افرض احترامي على الكاست اللي انا قاعد اشتغل معاه وافرض شخصيتي ويعرفون بثينة منه فابدا ما راح تصير مشاكل ما يخافون منك لما يشوفونك وايد حذره بهالشكل هذا وانه يقولون لا بثينة ترى ما تقول او مثلا تخش بعض الامور لان في ناس ذكاء في التعامل مع الناس لازم دائما تكونين انت فلكسبل مع الناس ولكن بحذر اضحك وسولف واخذ واعطي بحدود التعاطى مع الكل ولكن بحدود هذا اللي هذا الشيء يخليك دائما انت في السيف سايد دائما علاقتك مع الكل ما عندك مشاكل هذا اللي يخلي في هذا المجال ساعات تحسين في تحفر في يعني مثلا وحدة غيرة هم سالفة قوليها لا تخشين بقلبك انا ما ابي يعني ليش احنا يعني انتوا ادرى بهالمجال يعني كل واحد ادرى بمجاله بس اكيد فيما بيناتكم انزين اكيد في غيرة حريم والله هالايام بعد الريايل قاموا يغارون من الحريم بس في تحفر في مثلا يعني مثلا تشوفين الا انغدرتي او هالشغلات هذه تصير والله او انه مثلا حقك راح للامانه يعني اول شيء بتكلم عن موضوع التحفر موضوع التحفر يمكن يكون موجود مو بس بمجالنا بكل مجالات العمل الموجوده في العالم ولكن احنا في جيل معين طلعنا فيه مع بعض باعمال مثل اميمه في دار الايتام مثل بكريم في رقبته 7 حريم مثل ام البنات سواره خميس احنا كاست يمكن 5 أو 6 بنات اشتغلنا مع بعض على حب اشتغلنا على عطاء لان اغلب مشاهدنا كانت مع بعض ما كان عندنا موضوع التحفر ما كان عندنا موضوع الغيره كنا ربع على قلب واحد ساعات نساعد بعض نساند بعض نشيل بعض هالشيء موجود ولكن بالفتره الاخيره يمكن المجال او كل المجالات تطلع فيه وجوه جديده وتطلع فيه شخصيات جديده الحمد لله ربي لك الحمد علاقتي بالكل زينه الحمد لله. ولكن لازم الواحد شوي يكون حريص مهما كبر ومهما صعد يكون حريص على انه يحافظ على حقه لازم صحيح. يفرض شروطه في البدايه لانه ممكن بلحظه مثل ما قلتي ينغدر من غير اي مقدمات من غير اي اسباب من غير اي يعني تشيك بوم ليش صار كذي وهذا الشيء يصير مع وايد ناس يعني مو بس في المجال الفني صحيح بثينة بس تظل العلاقات الطيبه هي اساس العمل يعني الواحد دائما اوكي انا اعاتب الشخص اللي ظلمني اعاتبه بطريقه لطيفه اكيد راح يسمع مني مهما كان بيننا عشره واعمال كثيره اشتغلناها مع بعض نسمع من بعض علشان ما يتكرر هذا الموضوع حلو بثينة العديد من الاسئله الصراحه ببالنا ودنا احنا نسالك اياها واتوقع في شغلات حتى لما الحين ما تطرقنا لها راح نرجع لك ان شاء الله من بعد هذا الفاصل خلكم معنا مشاهدينا إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل بثينة مستمرين معاك أكيد بأسئلتنا وأنت بروحك الصراحة من كلامك إحنا قاعد نبوق منك هالأسئلة عليكم بالعافية حبيبتي الله يعافيك زين على هالطاري إنه يعني إحنا كخليج شوية عندنا الفن أو السوشيال ميديا أو هالأمور شوية ثقيلة بالنسبة لنا منو من البداية خذ بيدك ودشيتي بهالمجال وهل يعني حصلتي صعوبات ولا شيء ولا كان الدرب والله نهائيا شوفي انا كنت طالبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه وكان يدرسني خالد امين خالد امين انا لليوم اسميه استاذ ما اقدر مع ان صرنا زملاء وعندنا اعمال وايد مع بعض
بس هو اللي شجعني وشاف فيني هذا الجانب. يعني كلش ما كان ببالي التمثيل ولا كنت أحس إن فيني ممثل أساساً. فهو اكتشف هالشيء وخذ بيدي والبداية كانت سلسة جداً. سبحان الله يقولك ساعات لما ما تحطين شيء ببالك يجيك سهل. كل بساطة يعني. فمنا هالموضوع يعني اللي هو التمثيل. من أول عمل حسيت إن المجال جداً رائع وحسيت إن أنا عندي طاقة تمثيلية جيدة وحسيت إن ليش لا. فبالبداية أهلي هم من كانوا مستنكرين الموضوع. تدرون مجتمعنا إحنا شوية محافظ إن شلون تمثلين تطلعين قدام الكاميرا وعلى شاشات التلفزيون وين ما كان. لكن لما شافوا اختياراتي ومع منو أشتغل وشلون ردود أفعال الناس وأمي لما يجونها يقولون الله شفنا بثينة بالتلفزيون يا حلوة ما شنو استأنست. صار الوضع حلو بالنسبة لها وكانت تنطر أعمالي تسألني ها شنو اسم عملك شنو بتقدمين وين عندك لقاء بالتلفزيون. فصار في اهتمام. هذا بروحه دعم لك أنت خصوصا الأسرة تستشيرين بشكل كبير يعني وايد كاستشارة. للأسف يعني في البداية أصلا ما كنت استشير احد للحين. فتعودت ان لا انا اختار ادواري وانا اقرا وانا اشوف شنو يناسبني وشنو ما يناسبني. مهما كان هذا شيء انا راح اقدمه وراح يقدم باسمي شخصيا وخاص فيك انت ترى بالضبط. فاذا استشرت احد وشار علي شيء اندم عليه بعدين لا هذا مو بيت مثلا ولا عقار هذا شيء ثاني هذا مجالك وعملك. طيب وثينا احنا لما نتكلم اليوم عن اعمالك وادوارك وشخصيات اللي يمكن اشتغلتي معاها اشتغلتي مع كتاب رجال وايضا نساء الحين تعاونك الجديد ان شاء الله مع مخرجه يعني الاستاذه نهى البهد الله يوفقك معاها ويوفقها ان شاء الله. امين. فوين تحسين التعامل اقرب لك؟ انا ادري لا تقولين بيزعلوا مني او اتحفظ مع المراه ولا مع الرجل. شوفي انا مع الاثنين على حسب شخصيه المخرج. من المخرجين الرجال اللي انا جدا استمتع بالعمل معاهم أحب أشتغل مع منير الزعبي لأن منير إنسان جداً فلكسبل باللوكيشن وصديق وأخ لكل فنان وفنانة مريح يعني بالتعامل جداً مريح في التعامل أحب العمل معه. شخصية علي العلي شخصية جداً مميزة في شيء مختلف عن منير. علي العلي عنده كيمستري مع الممثل يعني عنده طاقة غريبة يطلع منك أدوات يمكن أنت ما تدرين فيها يضغط عليكم مثلاً نهائياً من غير ضغط شديد. انا ابي كذي كذي انتين تروح نعده هو بحريني فبعدهم اكسنت معين انتين ابي ابيك تسوين كذي 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 فافهم ما ادري هو عنده شيء مختلف عن الباقي. والكتاب والكتاب احب هبه مشاري حماده كون اشتغلت معها اعمال مختلفه احب اسلوبها في الكتابه واحب تفكيرها احب معتقداتها احب قلمها احب مصطلحاتها أحبها مميزة في كتاباتها أحب أشتغل معها دائما. وايد كتاب أحب العمل معهم. محمد الكندري أيضا طاقة شبابية جديدة وكاتب جدا مميز ورائع. إيمان سلطان شخصية جدا رائعة وكاتبة وايد كتاب جميلين ما تبين زعلين أحد اليوم شكرا. والله كل واحد في شيء مميز. أيضا في تجربتي الأخيرة مع نهلة الفهد في أول عمل درامي لها شو أقول لكم عسل يعني عسل 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 وقاعد تقدم شيء جديد ومختلف. لاحظت بشخصيتك بثينة فيها عمق بس بنفس الوقت شخصية شفافة يعني ما أدري بهالمجال هذا شلون تقدرين تتعاملين مع النقد والإشاعات. الإشاعات هي صعب التعامل معها خاصة مع شخصيتك شلون تتعاملين مع هالشيء؟ عادي عادي خلاص صار في مناعة وصلت مرحلة إن ما قام يأثر فيني شيء لا سلبي إيجابي بالعكس استانس نعم. بس السلبي كنا ما شفته أصلا حتى لو كانت الإشاعة شوية صعبة حتى لو كانت صعبة إذا رديت على الإشاعة تكبر راح أكبرها وإذا رديت على صاحب الإشاعة راح أعطي أكبر من أهمية فعلا صح وأكبر من قدره. فليش أطنشة يعني في وايد ناس بالمجتمع وبالذات بالسوشيال ميديا طلعوا شخصيات غريبة صح غريبة 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 صدق غريبة فعلا أنا كنت أعلم في سلبية في الحياة فعلا صح فعلا بس جميل يعني هذي هذول من أبي أطلعين الحبار جميل إنه ما قعدت تأثرين فيهم ومحافظة يعني محافظة أشوى كلنا نفس الشكل بس بثينة في شغلة يعني أنت عمرك الفني تقريبا 9 إلى 10 سنين ما شاء الله يعني أنا حتى مساع بالبريك قاعد أقول لك ما شاء الله على نجاحاتك وإثبات وجودك كنا أكثر يعني الحمد لله هذا الشيء خذاك من حياتك الخاصة وين الحب بحياتك
وين الزواج بحياتك؟ شوفي كل شيء نصيب بهالدنيا سواء بالحب والعلاقات ولا الزواج يعني. تونا يمكن كنا قاعد نسولف لولو قاعد تقول لي نبي نعرف شنو قلتي لي؟ لا كنت اقول نبي نعرف شنو شروطك؟ شنو اللي عليها؟ من الوسط الفني ولا ما يكون من الوسط الفني؟ هو بالنهايه مو ابلكيشن تعبينه صح ولا هو برزنتيشن بتسوينه، هذا لايف تايم بارتنرشيب صح يجي من عند الله. أيه. يعني هو شيء اللي الله كاتبه هو اللي بيكون نصيبك اذا لو حطيت شروط من اليوم لباكر. تو قبل شوي قلتي لي شنو قلتي لي؟ قولي له قلتي كل زيجات فاشله اللي حطوا فيها شروط. اي بالضبط صح فعلا اذا حطيتي شروط يعني فعلا واغلب الشخصيات اللي حطوا شروط زواجهم يكون فاشل في النهايه. ما تحسين الفن مع الشهره يخرعون الرجل انه يقرب؟ او العكس يمكن اعتقاد عام يعني هل الفن ما يمشي مع الزواج؟ بالعكس شوفي في شخصيات كثيره فنيه تزوجوا وكونوا اسر والحمد لله الله يتمم عليهم اسر ناجحه والله يوفقهم، لكن في النهايه اقول شغلنا احنا مجهد ومتعب. احنا يمكن بالذات الناس اللي تشتغل عملين او ثلاث بالسنه بعد هذا موضوع ثاني يعني تكون شوي الشغل يكون ماخذها من بيتها ومن اسرتها، فالواحد لما يدش هذا العالم لازم يكون مستعد، لازم يكون مهيئ شلون يقسم وقته إذا استمر، وإذا ما استمر شنو راح يقدم عقب ما يوقف من الفن. وايد قرارات صعبة. وأتوقع بثينة أنت يعني في مجالك الحين ما شاء الله وعمرك الفني هذا في وايد أشياء اتضحت قدامك، عارفة بالضبط أنا وين رايحة أو شنو قاعد أسوي. وأيضا يعني ال قاعد أكبر، اسمي قاعد يكبر، فهل انا مستعده اني اتنازل عن هالشيء عشان حياه زوجيه ولا اني اقدر اوفي بين الاثنين ولا اني اترك؟ ويعني القرار للحين انا مو مستعده له. محتاجه الرجل المتفهم يمكن ما ادري شنو ما يصير يعني ترى النصيب يجي فجاه يمكن حق الوحده وما تكون لما الحين اي بالضبط شيء بالضبط، فممكن تتنازل احيانا عن بعض الامور بسبيل يمكن حياتها. بالضبط. هل انت مع المراه اللي تتنازل يعني عن بعض الامور تمشي الحياه؟ ليش لا؟ اذا كانت المراه ذكيه واذا كان عندها بلان بي واذا كان عندها شيء ثاني ممكن تسويه هما شيء تحبه فليش لا؟ إذا كانت شارية هذا الإنسان وشارية مثلاً بيتها ممكن إنه يصير. ترى مصرين على هالسؤال والله مصرين على إن عيونك فيها حزن، يقولون فيها حزن عميق. أنا عيوني كذي، أنا عيوني ناعسة وكني حزينة بس أنا وايد مستانسة. الحمد لله على قصة عيني. الحياة حلوة والله الحياة حلوة، بس إحنا لازم نفهم شنو هي الحياة وشلون احنا نكون سعيدين فيها. صح، وهي صعب انك انت تتخذين فيها بعض الامور يمكن اللي انا امشي فيها، لان في ناس مجرد انها تصادف في بعض المواقف الكبيره، بعد انا ما اتكلم عن شغلات صغيره مثل الاشاعات الكبيره اللي تطلع عليهم توقف طريقهم تخليه يتاخر شويه يرجع لورا. صحيح، هذا شيء وايد صعب التعامل معه. صحيح، بس هني ارجع واقول ان الحرص واجب. اكون حريصه وين اروح وين ارد ومع منو احتك واثق بمنو. اذا حرصتي على هالثلاث اشياء صدقيني الاشاعات على قولتك الكبيره ما راح تقرب صوت. يعني رب ضاره نافعه، ترى ساعات الاشاعه هي انزين تطلعك ويعني تخلي مني هذه يعني ياما احنا نعرف انزين في مذيعات في ممثلات في من الوسط هم طلعوا على نفسهم سواء من اشاعه من صوره او وضربت وياهم ما شاء الله عليهم تعالي شوفي. ما توقع يعني من هالنوع نهائيا صح. انا ما احب هالشيء، معناته انا مو واثقه من نفسي ولا واثقه من قدراتي، اطلع اشاعه عشان تطلعني؟ صح. ليش؟ طيب بثينة المشاكل والخلافات بالوسط الفني وايد في خلافات بين الفنانات، تلقين هذه تتكلم عن هذه وهذه تقول ويطلعون ببرامج يعني وانت تدرين وخلينا نقول ايضا بالمجلات، من اللي قاعد هل في خلاف صجي فعلي ولا نقول في فبركه تسوي هالضجه هذه والمشكله بين الفنانين؟ صدقين عاد اسماء اقول لك انا في وايد اشياء اسمعها من برا واستغرب يعني مو من الفنان نفسه قصدي مو من الفنان نفسه، اسمعها مثلا من اهلي دريتي صار كذي كذي بين الفنان الفلاني والفنانه الفلانيه، فانا دائما اكون حريصه اني ابتعد عن الاستماع لهذه الاشياء، لان هالاشياء بالنهايه تخليني شوي اكش من المجال، فليش انا احب مجالي واحب الشيء اللي قاعده اقدمه، ليش اخلي شيء يشوش علي؟ فانا بالعكس احتكاكي بسيط جدا بالناس هذه، وايضا ما اطالع وايد.
تحسين بثين الانستغرام والسوشيال ميديا تطلع ناس المفروض انها ما تطلع كفن، يعني زاد من شهرتهم، خلتش من الناس العاديه اللي اعطاهم شهره اصلا كفنانين على مستوى الفن. تحسين ان في السوشيال ميديا ساعد الفن؟ السوشيال ميديا ما راح يخدم الفن نهائيا، لان الفنان بالنهايه بالسوشيال ميديا بيصير عنده فولورز، بس اذا وقف قدام الكاميرا وما قدر يقول كلمتين على بعض صح راح يشتغل عمل واحد بس. صح. يعني ينجذب المنتج او المخرج او اللي يختار الدور بعمل واحد على الفولورز مثلا وبس. راح يجيبها بعمل واحد، راح يشوف انه ما قدر يسوي شيء قدام الكاميرا، راح يضحكون عليه الناس والمشاهدين، بيحط نفسه بموقف محرج جدا مع الناس، وبالنهايه ما راح يسوي شيء، فحرام. فعلا يعني الواحد لازم ياسس نفسه بنفسه ويعتمد على خطواته، ما يعتمد على الغير في مجال حياته. راح نروح معاك بعيد عن كل الكلام اللي قلناه، نروح بعيد، يلا نروح حق الفاشن والازياء والبزنس ما شاء الله عليك. من بعد هذا الفاصل خلكم معنا. إذا رجعنا من بعد هذا الفاصل، وفعلا يعني بثينة ما شاء الله عليك أنيقة جميلة وكل شيء فيك دقيق، يعني فعلا أنا أحترم الإنسان الدقيقة في كل خطواتها. الفاشن والأزياء هذا اللي إحنا قاعد نلاحظه بالفترة الأخيرة، بنشوف تقرير خاص فيك ونرجع لكم مشاهدينا. تميزت الفنانة بثينة الرئيسي بإطلالاتها وبأزيائها التي لفتت النظر، فرشاقتها الزائدة ساعدتها على أن تكون رمزاً للأناقة والذوق الرفيع، حيث اتجهت مؤخراً مع صديقتها مصممة الأزياء شيخة العلي لتأسيس اسم بيبا وورد، وأصبح هناك خط أزياء خاص باسمها وترتدي أغلب تصاميمها منه. وتحب الفنانة بثينة الرئيسي التغيير في لوكها وتسريحاتها ومظهرها، لكن بحدود، فهي تحرص على المحافظة على شخصيتها الأساسية وطابعها الكلاسيكي. حلو التقرير هذا اللي شفناه ما شاء الله، يعني احنا مثل ما شفنا بالفترة الأخيرة أو سمعنا عن شبيبة وورد، هذا يعني يمكن خط أزياء جديد أنت اتجهتي له مع شيخة العلي أتوقع فعلا، فكان في شيء جدا مميز عندك. والله تبين القصة؟ اي لازم القصة هي أول شيء. شيخة وأنا كنا وايد ربع ولازلنا، بس يعني ما أدري من وين أبدأ القصة لأن القصة وايد فيها تفاصيل، بختصر لك إياها. كانت تشتغل معانا بأزياء أحد المسرحيات، واحتكينا مع بعض وصلنا أكثر من صديقات، هي ديزاينر وأنا فنانة، أحب الأزياء وهي تحب الأزياء، فبدأ هني التعاون مع بعض، هي كتصاميم وأنا كمانجمنت وطبعاً تسويق والأمور هذه. أفكارها جداً مترابطة مع شخصيتي، وشخصيتي جداً تحب أفكارها، فصرنا إحنا تيم واحد. كبر هالتيم، صار في سبيشال فوتوغرافر غربلي الغربلي، وأيضاً كبر التيم، صار عندنا خبيرة تجميل خاصة بشغلنا شيماء بوتشيري من البحرين، صار عندنا تيم متكامل في بيبا وورلد، نقدم كوليكشنات مختلفة في الأزياء. الناس حبتنا وحبينا حب الناس لنا، وكل سيزن قاعد نقدم لهم شيء مختلف، ودعم كبير لقيناه من الناس. من تصميمك الحين الملابس اللي لابستها لبس وايد حلو؟ لا إن شاء الله. الحين اللي أنا لبستها من ديزاينر سعودية، أحب دائما إني صراحة أحب أدعم المواهب الجديدة، هذه ديزاينر سعودية قدمت لي هالقطعة ولابستها أنا اليوم كنوع من سبورت لها. صح. وبين فترة وفترة أكيد الناس راح تشوفني مو بس بأزياء بيبو وورد، راح تشوف التنوع طبعاً عشان الناس لا تمل من زين. أنت حلونا جامعة شخصيتك جامعة في أن تلبسين تصاميم وتشاركين بعد بالتصميم، يعني من غير أنك أنت لابستها أنت قاعد تشاركين غيرك في أنك تلبسين تصاميم، وهذا شيء وايد حلو. بالضبط. هل تصاميمك بيبو وورد جامعة بين شخصيتك وستايلك، ولا تقدمين شيء اللي مثلاً تطرح الموضة بس ما يعبر عن ذوقك؟ والله في البداية في أول سنة كان كله شخصيتي، أي وهم الناس كانوا حابين، فيت موجة إن هي كانت تقول لي إن غيري طلعي من هال، فأنا كنت أرفض. من المصممين فعلاً كنت مستحيل تطرح شيء ما يمشي مع ذوقها وستايلها. بس بالنهاية جربت في واحدة من القطع وقلت لها شوفي،
صدقيني الناس ما راح تحبه. أي. اكثر قطعه مشت عندنا. شوفي شلون. فقلت لا لازم شويه نغير ونمشي على الموضه وامشي شويه على رايها. أي. وما افرض رايي دائما، فصار في تنويع، صارت هي ساعات اسمع رايها. بس لاحظتش ما شاء الله بثينه لما تطلعين عن المألوف تحاولين دائما تاخذين خطوات دقيقه، يعني مو فجاه تتغيرين على الناس. يعني في فنانات او في شخصيات، اي شخصيه حتى لو شخصيه عامه، اليوم بشكل باكر الوجه تغير كله. ايه. اللوك كله تغير. ما احب اكسر الحاجز مره واحده، وما احب اطلع من الخطوط اللي انا حاطتها اساسا. ايه. لان نرجع ونقول في عادات وتقاليد وفي ليمتس معين. اطلع بالالوان، اطلع بالديزاينز، بس في حدود. بالميك اب ممكن، بالميك اب ساعات، بالشعر ساعات. يعني اليوم انا جايه وانا قاعد اقول حق لولو، يعني ما شاء الله انت ولي الحين قاعد تطلعون بالانستغرام بالفاشن وكذي، توفرون علينا احنا درب. يعني انا واحده ما لي خلق السوق ولا لي خلق اطلع اشوف لولو شو لابسه، بثينة شو لابسه، وروح واشتري وبس، توفرون علينا درب. فالحين انتوا يعني تحسين ان انت بديتي كفاشينيستا بالانستغرام؟ ممكن كلش ما كان هذا الهدف نهائيا ولا كان هذا، بس الناس اطلقت عليها الشيء. أيه؟ وشخصيه بدور اللي بجسدها بالمسلسل شيء ذا فاشينيستا. زين اسمحي لي انا رديت عنك مره، في ناس سالوني انك انت صرتي فاشينيستا، انا قلت لهم لا، لان هذا دور من ادوارها بالضبط، وهي قاعده من شخصيتها، ويمكن قاعد تحط صور من الدور. انا هذا اللي رديت. أيه؟ وانت صح. ايه وانت صح، هذا الواقع الفعلي. أيه؟ يعني الشخصيه هي فاشينيستا و شيز بلوجر وعندها اتيلي وعندها لاين بالفاشن. هذا اللي اقدر اقوله، ما بقول لك ما تبغين. بعيد عن لاين الازياء او خط الازياء اللي قاعده تطرحينه في حياتك العمليه العامه او حتى في مناسباتك الخاصه، يعني قاعد نشوف شلون تتعاملين مع الترند اذا انطرح بالموضه. يعني اذا في خلينا نقول هايب او هبه جديده نزلت بالموضه، دائما نشوف بثينه تستخدمها بس محافظه على كلاسيكيتها، تحولينها من الترند لشيء كلاسيك يتطابق مع شخصيتك. يعني الكابوس مثلا لما شفناك لابسته ما لبستيه بطريقه ترندي او بطريقه شويه جريئه، كنت محافظه على كلاسيكيه. انا كذي لان شخصيتي انا شويه هاديه واحب الاشياء الكلاسيك دائما اوظفها بهالشغله. يعني مثلا الكوابيس احبها دائما صيف وشتاء بالانواع المختلفه، فهني دائما هي دور الديزاينر نفسه. أيه. تعرف شخصيه بثينه شلون هي توظف الترند على شخصيه بثينه، حظه هالشيء. فهذا الشيء وايد خادمني ووايد شايل عني هم اني انا حاتي شلون امشي مع الموضه بس بشخصيتي انا. أيه. يعني دائما المصممات الديزاينرز انزين، يعني لما يصممون انزين انت لك خط معين، بس بنفس الوقت لازم تاخذين يعني شويه يعني اذواق الناس على اساس تدخلين يعني اذواقهم والتاتش اللي لك. بس معظم اللي اشوفهم انزين، يمكن انت تلبسين، الاغلبيه ما يلبسون شيء اللي هم يصممونه. صح. ما ادري صح لولو ولا مو صح. في ناس تلبس وفي ناس ضد، في قليل اللي يلبسون شغلهم، بس صح. الاكثريه ما تلبس شغلها. شوفي هو لان ساعات الواحد مثل الطباخ. اي انا اذا دشيت المطبخ صح. وسويت شيء اشبع. أي ما اكل من ايدي. صح. غير لما احد يكون طابخ وشي اشم هذا من بعيد. أي. اتشوق ودي اذوق الاكل. اوكي. يعني انا ساعات بالعكس لما شيخه تسوي لي اي شيخه لما تسوي لي ديزاينز واشياء معينه في ثيم معين تمشي عليه، احس ودي اطلع منه وعشان اشتاق له وارجع له. أي. يعني انا اليوم لابسه من ديزاينر مختلفه، فحسيت تغيير. صحيح. مع ان هم من حرصت ان تشيكي على اكونت تشوفي شخصيتي وروح بثينة. أيه. وطبقي القطعة فيها، وهذا اللي سويته. ما تعد وايد بس احب التنويع. يمكن تحبين تحلين شغلك على غيرك وايد. أوكي. يعني احب ساعات زميلاتي يلبسون من شغل الفنانة. أيه. الهام الفضالة وايد احب انها تلبس من قطعنا ومن تصاميم ديزاينر اللي معاي. فاطمة الصفي ايضا. وايد فنانات اتحلى فعلا، اتحلى واستانس لما يلبسون. الصراحه وايد استانست معاك، سوالفك الصراحه كلش ما تنمل منها، ودائما يعني احس ان الشخصيه الشفافه هذه محبوبه، الكل يحبها. حبيبتي وانت، ومشكورين على الاستضافه الحلوه، سعيده بمعرفه شخصياتكم، كل واحده شخصيه مختلفه عن الثانيه، تهبلون وراكبين على بعض.
وطبعا اشكر صالون لاكاريس على لوك الشعر والميك اب. بالنهايه بالتاكيد نشكر كل المشاهدين على متابعتهم لنا اليوم بسوالف حريم، ونشكر ذا كيوب مول على رعايتهم لنا لهذه الحلقه، وايضا حليب وهيل ايضا لانهم ضيفونا اليوم بسوالف حريم. شكرا لكم، تصبحون على خير، مع السلامه.